جاهزين يا رجاله؟ الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية وأحداث الشوط الثاني، واللي انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف ما بين حسن الشاذلي وحسن شحاتة. كعب ستار صفري بيدافع زون وبيجري بالهجمة المرتدة. هشوفها بسوني وليد عايز يعدي عمر عمران يكمل عمر عمران ياخد الكورة عايز يجري من الشمال لكن يعدي من واحد هايل يا عمر ابن اللعيبه طلع بقى ايه ده لعيب كويس ده يا ولد اعمل بقى يلعب الكره من الشمال يلعب الكره من عند سيوني وليد شوت شوت اهي يا نهار ابيض يا لهوي حلو والله. بيبدأ الشوط الثاني بضغط من فريق حسن الشاذلي. عمر عمران بيمر بمهاره كبيره من اكتر من لاعب. من تمريرات متبادلة بين لعيبة عبد الستار صبري، الكرة بتتصلح لأدهم عمرو اللي بيسدد تسديدة قوية. لكن يقطع الكرة حلوة قوي ويلعب الكرة عند عمر عمران. لا ده لعيب كويس قوي ده. عمر عمران، عمر عمران يلم الكرة، عمر عمران، لا لا لا، مهارة حلوة عمر عمران. بص بص ده اللي بقول لك عليه بيلعب بقلب نص. يلم الكرة كويس هايلة هايلة الكرة هايلة يلعب الكرة حلوة قوي عبد الله خد روح خد روح روح عندي إياد أحمد ابن الشرقية اللي عامل مشوار إياد مع ثلاثة مدافعين عمر يلعب مع ناس يلعب مع ناس يلعب الكرة لقدام طويلة علي محمد تروح عند عمر عمران يا ولد صدنا واحدة بقى يا ولد يا لعيب ضربة ركنية يلعب الكرة حلوة قوي في الشمال بهدوء عند مصطفى محمود اللي يلعب الكرة نهار ازرق مش في العرض مصطفى محمود بيرفع اوفر بالمسطرة على راس ياسين خالد لكن القائم بيتصدى ليها يلعب الكرة لقدام عمر عمران يدوس على الكرة كويس قوي عمر عمران عمر عمران عمر عمران يشوت الكرة يا ولد يا ولد يا ولد ضغط متواصل من فريق عبد الستار صبري تسديدة قوية من عمر عمران لكن بتمر بجوار القائم هات الـ هات الـ الـ الوينج اللي هناك هاته هنا وخلي عمر ده يروح الناحية التانية على شمال اللي فاتت دي اللي هو شاطها بيمين وكان جابها بشماله وخلاص يلعب الكرة حلوة قوي عند عمر صبحي عمر عمر يعدي كويس ويلعب الكرة حلوة قوي عبد الرحمن غير مع بسوني غير مع بسوني بسوني تعال هنا مرة تانية يلعب الكرة آدم عمرو في اليمين لكن يتدخل كويس قوي يوسف طاهر ابن المنوفية تعال له تعال له ترجع مرة تانية يا باك رايت يا ابني انت هتجيبها جول ممكن يعمل خطوره يلعب الكره جوه منطقه الجزاء تعدي ياسين انفراد انفراد يا راجل الكره دي ما تتعملش كده خالص تشوط على طول بمهاره كبيره بيعدي بسيوني وليد وبيرفع عرضيه خطيره داخل المنطقه يا ابني شوط يا ابني عايز يهزر بيصلحها ياسين خالد بالراس لزميله عبد الرحمن احمد لكن بيفشل في استغلال الفرصه مره تانية يلعب الكره يا ولد يا ولد يا ولد الله العظيم ما لمس الاستلامه من غير ما يلمس الكره دي عاليه قوي ياسين وبعدين جسمه يجي منه ده بيقول له ما كلمتوش يلعب الكره بسرعه في فرصه في كوره ممكن ضرب جزاء ولا ايه والله ضرب جزاء ضربه حره لعبها بسرعه عمر عمران قبل تمركز خط الدفاع وبيتدخل اللاعب عبد الله عاطف بقوه على بسيوني وليد اللي كان في طريقه لتسجيل هدف كرة انفعل بسببها عبد الستار صبري وطالب باحتساب ركلة جزاء لفريقه وربنا ضرب الجزاء يا تبالي يا تبالي في استدعاء للحكم وهنا بيلجأ الحكم للفار طارق ضرب الجزاء والله بس يا شيكا شيكا لا 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 ما فيش هزار لا 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 بعد اذنك خليك عندك بعد اذنك والله ضرب الجزاء
اتفضل يا كابتن طارق. هو انت حضرتك اديته عز باللعب صح؟ اه قلت له ثبت ولع ثبت ولع. اللي انا فاهمه ان الحكم لازم يصفر اولا الكره تتثبت مكانها ويصفر على تحرك الكوره، بس لازم دي تتثبت، ما ينفعش الكره تتلعب وهي بالحركه. الزاوية الثانية باينة ضربة جزاء. الله ادي الكورة والله العظيم اهي زاوية شكله زاوية الله يسطر مين هيشوط بس يا ولد الجول هتظبط هيشوط والهدف الاول متوقع اصلا قبل الجون اللي انا هجيب جوه قبل الماتش وجت صدفه الحمد لله وجبت ضربه جزاء ودخلتها الحمد لله. بسيوني وليد نجح في تسجيل هدف اللقاء الاول بتسديده قويه على يمين الحارس. طبعا دي حاجه تبسطني اللي انا ابقى موجود النهارده معاهم ولعيب منهم يجيب جون ويجي يحتفل بنفس الاحتفال، احنا بالنسبه لهم قدوه، فلما بيشوف حاجه بتعجبه فعملها فدي حاجه بسطتني النهارده. ابن الغربيه بسيوني وليد 100 يحرز الهدف. يا ولد يا ولد عملها حلوه قوي. ادي الكوره عملها حلو قوي اهو شيكا شيكا السعاده يا ولد يا ولد للمهاره فابريكا شيكا يا ولد. تروح عند ياسين لكن ياخد فاول ولا رمي التماس؟ لا علاء البدبور رمي التماس على ياسين خالد وبينتهي اللقاء بفوز عبد الستار. صفارة الحكم بتنهي اللقاء بفوز مثير في اللحظات الأخيرة لصالح فريق حسن الشاذلي.